استلمت الكيس. ما الذي يوري الى اعتبار ان الامر يعني عنده واحد الحجم، واحد الحجم اللي بصراحه عند جلاله الملك يعني وجودكم يعني تم الموضوع وخل بينه وكل بيانه السيد وزير الداخليه، بدايه من رجال السيد وزير الداخليه من بعد معاه باش نشوفوا معكم مباشرة بطريقة يعني واضحة وصريحة شنو هو المشكل. إذا جئنا على عجل من مدينة الرباط، لأنه احنا متفقين أنه كانت اختلالات تصرفات من الشركة يمكن أن تؤخر، ما عندنا ما نقوله. الناس احتجوا المرة الأولى، جات لجنة من وزارة الداخلية، من بعد ما داو اليد المنعدي جات لجنة من وزارة الداخلية، عملت يعني دراسة ديال الأوضاع، عرفت الإشكاليات اللي كاينين، وعملت توصيات للسادة المستشارين والأمانديس باش يعالجوا هذا الاختلال. حسب اللي سمعت من هذه الاجراءات ربما كل شيء تقريبا اللي كان خاصه، وطبعا كان من الاحسن هذه الاشكال الاخطاء ما تكونش من الشركه، كان متفق. ولكن اللي عطى الله هو هذا الشيء، هذا غادي في الاطار ديال المعالجه. يعني في كل وكاله عملوا واحد كي يستقبل الشكايات، كل مقاطعة الآن ابتداء من اليوم يا سيد الوزير عملوا يعني الشخص اللي مكلف باستقبال الشكاية، حالة ما إذا ما تحلش المشكلة على مستوى الوكالة، القضية ديال العدادات المشتركة مشاو في الاتجاه ديال أنهم يعني يعملوها إلى يعني يعملوا العدادات الفردية باش ما يبقاش هذاك الأشطور كتنتقل بسرعة، كل شيء كيعرف هذا الشيء. هذا الشيء اتخذنا به قرارات اللي قررنا هذيك الزيادة اللي شرحناها للمواطنين وقبلوها مشكورين، حتى ما اذا ما كانش ممكن غادي يعملوا لهم يعني واحد الفوتره جديده اللي كما لو كان عندهم يعني عداد خاص بهم. ملي في واحد الدوله ديمقراطيه ملي تيكون مشكل والدوله تتعترف به، دابا السيد الوزير الداخليه والسيد الوالي حتى السيده الممثله ديال الشركه حتى واحد ما نكر لي هذا الشيء كاين، حتى شي واحد او المراقبه معليش واسي حصل كيعرفكم كاملين انا كنتعرف عليهم، حتى شي واحد ما نكر هذا بلي هاد الاختلالات كاين. حنا تنقول جات اللجنه الداخليه تعملت الاجراءات باش هذا الاحتجاج علاش كيستمر بهذه الطريقه هذه؟ هذا هو السؤال، هو سؤال مشروع من قبل الحكومه، لانه بحال اللي قال السيد الوزير مدينه طنجه عزيزه على العالم كامل، وعزيزه على الناس اللي فيها، وعزيزه على المغاربه كامل، يقولوا انت حماق عليها، ربما انتم ما كتشعروش بهذا الشيء لان انتم ساكنين فيها. قال لك الحوت ما كيعرفش بلي الماء مالح لان عايش فيه، يعني حنا اللي كنجيو من برا كنعرفوا بلي طنجة حلوه، كيعجبنا نجيو لها غير تندخلوا تنفرحوا بشهادة فهمتي بون شويه ما عرفتش فهمتي. سيدنا الله ينصرو داير من هذه المدينه يعني الولد المدلل ديالو، يعني كيبغيها وتيجي لها باستمرار وتيعطف عليها يخصها بالتوجيهات وخذوا الشهاده ديالي انا. حقيقة هذه مدينة تبدلت وتغيرت وأصبحت مدينة رائعة وجميلة. لا يناسب هذه المدينة أن يسمح فيها بإثارة الفتنة. اسمحوا لي، هذه فتنة. باش نكون معكم واضح. ملي كان السبب ما عندنا ما نقولوا. كتعرفوا دول أخرى كيفاش تيعالجوا هذا الشيء.
تعالجوه باساليب منحطه. احنا اعترفنا وقلنا باللي كان خلل ربما من الشركه، ربما كان خلل من 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 المجالس يعني السابقه اللي ربما ما رغبتش في الكفايه، فهي ربما ولكن صافي دابا احنا جينا باش نعالجوا هذا الشيء. وهو متعلق بشهر 7 و8 ماشي حاجه اخرى. الناس اللي عندهم شي مشكل شي فاتوره ماشي تظهر لهم ماشي هذيك غادي يجيبوها اما للوكاله غيتفاهموا، ما جابوش للوكاله غادي يجيبوها لك. باين داك الشيء ديال الفواتير باين، كترجع كتشوف الفواتير السابقه، كترجع كتشوف الفواتير ديال العام اللي فات في داك الشهور كيفاش كان. الناس اللي كانوا عندهم الاستهلاك مشترك انتوا لا قلنا هادو غادي نقسموا لهم الاستهلاك كل واحد بحال عنده. الناس اللي عندهم اللي يمكننا نعملوا لهم العداد العداد الفردي من الان غادي نعملوا. فعلاش هذا الاحتجاج؟ هذا الاحتجاج ما تخليونيش نقول ولا نوافق على انه ربما هنالك يعني جهات عندها الغرض في اطار الضد. لانه علاش؟ لانه هذه القضيه اللي خصو يدافع على طنجه هما ولادها. انا والسي حصاد مضطرين نبقاو نرجعوا للبلاد بالحق، راه كل واحد القضيه رانا جيت في البال ديالي لا توقفاتي ما توقفش غنبقى هنا حتى نحلوا هذا المشكل. نعرفوا شنو هو هذا الشيء، واش مشكل حقيقي؟ انا عندي حتى مشكل نبقى غير في طنجه حتى شهرين الا خصني نبقى غير. الا عندهم شي مشكل في الرباط يجيو يكلموا عليا، الحمد لله سبع. انا تنتكلم معكم بجد، ماشي معقول هذا الشيء. والا غادي نكون رئيس حكومه فاشل. هذه مدينه الناس ديالها معروفين بالكرم ديالهم والتسامح ديالهم واللطف ديالهم، نتينا لا يعني واحد الحاجه مشكل تحل على شنو هو المشكل. اذا خصنا نشكو في شي حاجه اخرى، حنا ما بغيناش هذا الشيء، ما بغيناش. ولكن باش الدوله ما تكونش مضطره تشك في حاجه اخرى ولا تصرف شي تصرف اللي ماشي لائق، خاص ولاد طنجه يقوموا بالواجب ديالهم. صافي يا سيدي، كاين مشكل الدوله ديالكم اللي كتبغيوها وكتبغيكم وعلى راسها جلاله الملك وبالتوجيهات ديالو جات وزاره الداخليه النهار الاول، جا رئيس الحكومه ووزاره اليوم شافوا المشاكل حلوها. انت راجعوا، قال لي السيد الوالي راجعوا 8900 فاتوره كان شي سنه هذه تراجعات. اذا شكون هاد الناس الاخرين اللي باقي عندهم هاد المشكل؟ خليونا نكونوا، لانه حنا كنت عمر القضيه الحريه والديمقراطيه والسلم الاجتماعي هذه امور يعني ساسوميري، وحنا الله سبحانه وتعالى كرمنا بها. فضل الله سبحانه وتعالى نفذ القرارات يعني الحكيمه ديال جلاله الملك، ومرينا من ظروف صعيبه ومرينا بسلام. ماشي بغينا نتراجعوا للور اليوم، خصنا نزيدوا في السلام ديالنا والحمد لله يجيو السواح ويجيو المستثمرين وتزيد زهار الدنيا. الحمد لله حنا ملي كنجيو لطنجة حنا ما كنعرفوهاش الشوارع كيفاش كبرات، البناية تبارك الله يعني كنسمعوا على الاستثمار، كنسمعوا على الشركات. طبعا باقي شي شوية ديال الهشاشة، باقي شوية ديال الفقر، حنا متفقين هادشي اللي كاين نقولو، ولكن هادشي ما يتحلش بالوقفات والاحتجاجات. وهاد الوقفات والاحتجاجات راه واخا تكون سلبية راه عندها أضرار، عندها أضرار على السياحة، عندها أضرار على الاستثمار، عندها أضرار على السكينة ديال الوطن. سمحوا لي، لانه هذا الشيء هذا راه يمكن يكون فيه حتى يعني واحد الظاهره ديال العدوى. كيولي الانسان كيقول راه مشيت مثلا سميتو لا فاكتور ديالي غادا قال لك ينتقلنا هذا الشيء للمضيق ولا الفنيده وغدا نلقاوه في الدار البيضاء ولا ما نعرف شنو شنو هذا الشيء. فخاص الناس ديال طنجه، انا جبت ابيل طلبو كندير واحد النداء من خلالكم للناس ديال طنجه باش تحملوا مسؤوليتهم يرفضوا المساهمه اطلاقا في هذا الشيء ما دام توجيه وزير الملك جينا نسيت وزير الداخليه وقمنا بالواجب وقمنا باللازم. هاد المشاركه في هاد الاعمال اللي تقدر تؤدي لاشياء غير منتظره اولا، وثانيا الساده المستشارين والبرلمانيين ممثلي المجتمع سمحوا لي الا قدرتوا تقولوا لي علاش النهار الاول تيصوتوا عليكم الناس؟ تيصوتوا عليكم الناس باش انتم اللي كتكونوا صله الوصل بين الدوله والمواطنين، وإلا نهبطوا عندهم مباشرة. أنتم هما صلة الوصل، وأنتم واحد صلة الوصل عاقلة، ماشي أنتم تليفون اللي قالوا هما تجيو تقولوا لنا ما تحتاجوش، هذاك حنا نقول لكم نونتوندغ تو سول، ولا نجيو ولا نسمعوه مباشرة، ولا نجيو نتذاكروا معاه مباشرة. أنت
انتم واحد 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 صله الوصل عاقله ومسؤوله. النهار الاول فاش كان المشكل الا جيتي وقلتي لنا بدي كان المشكل ما عندنا ما نقولوا دابا ملي شفتو خصكم تهبطوا تشرحوا للناس توضحوا لهم هذه هي المشروعيه. المشروعيه هي انك تمشي عند الناس الظرف الصعب وتشرح لهم وتتهدد الناس لانه الاصل هو التهدئه. هذا ماشي الوقت ديال 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 ديال, ديال, ديال المستشارين يقول لك حنا منظمين مع المواطنين او منظمين مع بعضياتهم. ماشي الوقت باش انت خصك تحل المشكل اللي خرجوا عليه على من اجله ولا تقول بلي انا ما نخلصش واحد لا فاكتور ديالي. ما نقولش هذا الكلام. هذا الوقت ديال كل واحد يقوم بالدور ديالو من جهته. لان السيد وزير الداخليه فاش جا عندي الصباح وكان تذكر انا وياه قال لي السيد الى اليوم عندنا المشكل هو هذا الشيء كيفاش توقف وهذا هو المعقول. ترجع الامور الى نصابها، ترجع السكينه الى المدينه، ما يبقاش هذا الشيء هذا فهمتي ولا كان شي حاجه اخرى اللي ربما ما وصلناش وما كايناش. ما كنعتقدش ديك الساعه يمكن لنا ندبروا بها، اما دابا لا اسمحوا لي. لهذا انا بغيت نكون نشوف اذا كاين شي اضافه تقولوها لنا في شي حاجه، اما في شي حاجه اللي نقدروا نديروها باش يكون التواصل افضل مع المواطنين باش نحلوا هذا المشكل. ولكن راه الدوله عندها منطق. اذا كان شي مواطن متضرر ولو واحد راه الدوله مستعده. راه كاين مرات في السيد وزير الداخليه مع 10 و11 و12 ديال الليل حتى كيشتكي بعض المرات. صحيح هذا الشيء السيد على مواطن واحد كان شي من كيجي السيكوزي واش تقدر تقول على مواطن واحد تيكون عنده مشكل. مواطن واحد نفيقوا عليه الحكومه كامل. ولكن ملي يتحل المشكل لماذا تستمر في هذا؟ راه كنطلب منكم باش تحملوا مسؤوليتكم الله يجزيكم الخير باش تقوموا بالدور ديالكم باش تنزلوا عند المواطنين. انا تتقسم وزير الداخليه يعني صرحت عليه باش نجيو جوج وخدام الاثنين عند سيدنا عاد باش تفكرت بلي واحد النهار انا واحد الناس اللي الا كان شي مشكل غادي نجي بيديا الا ما بغيتيش تقعدوا تهدوا على المواطنين راه ساعدناهم عندنا واش يديروا معايا اللي بغيت. ولهذا الله يجزيكم الخير كنعاود نذكركم حنا جينا باش نسمعوا لكم حنا نسمعوا لكم ولكن بغيت نذكركم مسؤوليتكم الوطنية أمام الله وأمام الشعب ديالكم وأمام جلدكم باش تقوموا بالواجب وتشرحوا وتوضحوا للناس وتقولوا لهم لا داعية لهذا. وهو قال لي السيد الوزير أنه النداء داك الشيء ديال الأسبوع المقبل دار من دابا إذا ما خداوش بعين الاعتبار باللي الإدارة كاع شنو غدير ولا الدولة شنو غدير غير معقول. الشعوب والامم سمحوا لي يكون معكم واضح. الشعوب والامم اللي ما تتحركش في الوقت المناسب ماشي كتحسن الاحوال ديالها كتفقد داك الشيء اللي عندها. هذا الكلام كنت كنقولو شحال هادي كنحتاج نعطي عليه الادله والبراهين. اليوم ما تحتاجش الادله والبراهين غير تشعل التلفزيون غتشوف كل شيء قدام. دونك فوا تري كونسيو زعما تري فيجيل نردو البال. هذه بلادنا والحمايه ديالها راه ماشي مسؤوليه وزاره الداخليه. سمحوا لي وزاره الداخليه ولا السلطه ولا القوة هي كتقوم بواحد الدور بريفونتيف واحد الدور تكميلي. اما الاصل اللي كيحمي البلاد هي ولادها وهي بناتها اللي تيكونوا واعيين اللي كيعرفوا باللي راه خصهم يتحركوا في الوقت المناسب في الاتجاه الصحيح واللي تيكونوا قادرين يوقفوا في وجه المزايدات وقادرين يوقفوا في وجه الناس اللي نيتهم سيئه وقادرين يوقفوا في وجه الناس اللي ما واعيينش واللي تيدفعوا البلاد في اتجاه الفتنه. باش ما نقولش حاجه اخرى الله يجزيكم الخير.